المقادير بتاعتنا طبعا زي اي صينيه مسقعه، عندي بتنجان رومي، بطاطس وفلفل رومي، وعندي كمان فلفل حامي. كل اللي بعمله البتنجان بعد ما بقطعه بيتحط في المصفى وبيتحط عليه ملح لغايه ما ينزل الميه السوداء او الميه الغامقه بتاعته اللي بتبقى واخده المراره. بعد كده بحط عليه شويه دقيق، بعفره بالدقيق وبقليه، تطلع البتنجانه ليها شخصيه وما تتهريش منك ابدا في صينيه المسقعه. وبعد كده البطاطس عاديه مقليه عادي جدا، والفلفل الرومي والحامي مقليين عادي. بعد كده شويه حمص الشام بتنقع كويس قوي وبعدين اتسلق يعني مستوي لوحده، وطماطمتين مبشورين هيدوني قوام حلو قوي للصلصه بتاعه المسقعه بتاعتنا دي. كده صينيه المسقعه. تعالوا بقى عندنا لحمه مفرومه، واللحمه المفرومه هيلزم لها خلطه حكايه، خلطه حلوه قوي، عباره عن صلصه متدوبه في ميه او عصير طماطم وتوم وملح وفلفل اسود وكمون وكزبره وفلفل رومي وفلفل حامي، بس هي دي الخلطه بتاعتنا. وادي اللحمه المفرومه، بعصجها على النار بشويه ملح وفلفل اسود وبصلتين متقطعين. دي اول خطوه بس ايه عملتها. بتعملي اللحمه المفرومه بتعصجيها وانت بتقلي البتنجان والبطاطس والفلفل، ده مع ده كده زي الفل. كنت مهديه عليها عين البوتاجاز، نعلي بقى ونشوف هنعمل ايه. كل اللي يهمني في الوصفه اللي احنا هنعمله ده النهارده، الخطوه دي هي دي اهم حاجه معايا، تطلع معاكي مظبوطه بالطعم والريحه اللي هوريها لكم، هتعملي احلى صينيه مسقعه بفضل الله. اول حاجه قلنا هي عصجنا كده اللحمه، هنحط عليها شويه ملح وفلفل، ادي شويه فلفل كده وشويه ملح، بسم الله كده. طبعا احنا في الاول حطينا شويه ملح وفلفل وهي بتتعصج في الاول خالص زي ما اتفقنا مع بعض، وهقلب بالشكل ده، وبعدين عشان اديها كثافه للقوام بتاعها هديها زي ما اتفقنا طماطمتين مبشورين بالميه بتوعهم كده. بصي بقى احنا كده حطينا الطماطم المبشوره وبنخليها هي واللحمه المفرومه ياخدوا يدوا كده مع بعض، وبعدين هروح نازله بالحمص المسلوق. هاجي بقى هنا دلوقتي هروح نازله يا اما بصلصه متدوبه في ميه زي اللي انا عاملاها دي كده، او لو عايزه تعملي الاكله كلها بعصير طماطم فريش ما عندناش اي مشكله خالص. دلوقتي انا حطيت فلفل حامي وفلفل رومي وتوم، وادي كزبره، وادي كمون، كزبره وكمون، وزوديهم كده بيدوا طعم حلو قوي. كمان يا جماعه الخلطه اللي احنا عاملينها دي فيها الفلفل الاخضر ني، بيدي ريحه حلوه قوي جوه صينيه المسقعه عن الفلفل المقلي اللي انا هحطه طبقات مع البطاطس والبتنجان. الفلفل ده يا جماعه حكايه. ده بص يا استاذ احمد، ده تعالى هنا، تعالى معانا الفلفل الني ده ما شاء الله عليه. طبعا الخلطه دي كلها عباره عن فلفل رومي وحامي مع مثلا ايه 3 4 فصوص ثوم بس. تعالوا بقى هنا وهتعمل مهمتك الاساسيه يا استاذ احمد، اول ما ننزل بالخلطه كده من فضلك تشممنا الريحه. بصوا بقى جمالها، ده كل ده فلفل، وحد يفتكر ان كل ده ثوم، كل ده فلفل، فلفل ني. هنديها بس كده شويه ميه سخنه، حاجه بسيطه جدا كده يعني حوالي نص كوبايه بس كده بس، وتغلي غلوه واحده وتبقى خلاص خلصت وبقت زي العسل. اول حاجه عندي يا استاذ احمد هنحط تحت خالص كده شويه من الصلصه علشان المسقعه بتاعتي تفضل طريه ما تنشفش وما تلزقش كمان. بصي دي بقى لما تغلي في الفرن هي دي اللي هتخلي لك المسقعه بتاعتك طريه جدا. هننزل بالبتنجان، طبقه البتنجان، يلا يا باشا كده في كل حته كده، صينيه بقى مستطيله، صينيه مربعه، مدوره، زي ما انتوا عايزين. اهم حاجه عندي انا مش عايزاها في الفرن تغلي كتير. وبعدين حطينا الفلفل المقلي، خدوا بالكم مقلي ايه، نص قليه مش قليه للاخر، مش قليه قوي، مش قرص عليه في القلي عشان برضو تحسوا كده بالقرشه الحلوه بتاعته، ولما يكمل سواه مع الصلصه هيدي طعم وريحه في منتهى الجمال. بصوا بقى دي طبقه ايه، بطاطس
في كل حته كده. ادي طبقه البطاطس الحلوه بتاعتنا. بعد ما احط طبقه البطاطس هروح واخده شويه من الصلصه. بصوا بقى، ادي طبقه بتنجان بالشكل ده في كل حته كده، وبعدين شويه فلفل كده متنطورين كده. بص يا استاذ احمد، لازم تبقى كده. تفتكر ليه؟ ليه لازم تبقى كده؟ علشان انا عندي البطاطس لسه ما كملتش سواها، البتنجان لازم ياخد غلوه في الصلصه، ايه تاني؟ الفلفل لما قليته في الزيت، يا دوبك حطيته في الزيت السخن وطلعته على طول، لسه هياخد سوا. فعلى ما البتنجان والبطاطس يستووا هيكونوا شربوا جزء من الصلصه. لما يشربوا بقى جزء من الصلصه هتنشف منك لو ما كانتش طريه كده. فلازم الصينيه تبقى طريه بالشكل ده عشان بعد السوا تفضل طريه برضو ان شاء الله. نحط بقى على وشها كده اي حاجه. ادي كده الصينيه بتاعتنا يا جماعه بتدخل على الشبكه. الفرن بيكون سخن اول ما تاخد غلوتين بس، بولع عليها من فوق الشوايه ووشها كده ياخد تحميره حلوه زي ما استاذ احمد جايبها لنا كده، وخلاص تطلع طريه جدا جدا. يعني يا استاذ احمد عايزين ممكن نوري حبايبنا اول واحده المدوره دي قد ايه من الجناب طريه. بصوا الصوص بتاعها اللي عملناه، اللحمه المفرومه بالصلصه بالحمص، باينه من الجناب اهي، شايفين طريه ازاي؟ ده اللي بتكلم فيه.